السلام عليكم شباب، كيفاش نتوما؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي الاحسن الاحوال وبصحه وعافيه ان شاء الله يا ربي، مدخمين ومفشين. ثانكس يا ربي. بينو الفيديو ديال اليوم صراحه تعطلنا به بزاف 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 بزاف، خاصة نعملوه شحال هادي هادي شحال بقينا ملولين هاد الصيف هذا كامل حنا صراحة خاصة نعمل هذه شهرين نجنا من تركيا، ولكن كما قلت لكم أسامة حيت كامل حنا مرونين كنا مسافرين، سافرنا مغربنا اسبانيا بالما وداك الشيء، وعليك رجعنا للدار. واليوم قررنا نعمل هذا الفيديو هذا وخا شويه معطل استاموس تيمبو. اول حاجه بالنسبه اللي كتفرج فينا لاول مره، انا لطيفه هذا الرجل ديالي وقيده الرجل ديالي وقيده صافي وقيده واليوم ان شاء الله بغينا نجاوبوا الاسئله ديالكم، بغينا نجاوبوا اي حاجه سقسيتونا عندها علاقه مع هوليوود سمايل، على حسب انا واسامه عاملين تريتامينتو ديال هوليوود سمايل بجوج بينا في سنانا، عملناها بجوج بينا في نفس الكلينيكا وعدناها بجوج بينا في تركيا. اول حاجه قبل ما نبداو نجاوبوا على اي حاجه، عملنا تريتامينتو في هاد الكلينيكا هادي اللي عاخذلكم هنا واحد كابتري بانتايا تبان لكم، عملنا عند الكلينيكا هذه كما قلنا لكم منها في تركيا. بونو قبل ما نبداو نجاوبوا على الاسئله نقول لكم بانني انا عملت تريتامينتو في شهر 12 سما شهر 12 وسما عملت شهر 6 7 شهور مورايا، يعني انا عملته قبل منه وجربته، التجربه كانت فيا وملي خرجت مزيان التجربه عادك واش قال اسامه يعمل التريتامينتو ديالو. صراحه الله ما ندمش فيا كاسامه، ما ندمناش الصراحه الله، احسن حاجه عملناها و فرحانين بزاف بالضحكه ديالنا. بونو قبل ما نبداو اي حاجه نخليكم تصور ديالنا تشوفوا السنان ديالنا كيفاش كانوا، كيفاش كانوا قبل وبعد، كيف كنا وكيف ولينا، كي كنا وكيف ولينا. بونو قبل ما نبداو اي حاجه خصني نقول لكم بانني انا عندي واحد الفيديو اللي انا شرحت لكم بالضبط بكل التفاصيل شنو عملت حقا في هاد الدريه. غادي نعاودو شويه ليش ما بغيتو تعرفوا بالتفاصيل اي حاجه على التريتمنت اللي كنت عدلت انايا، نشرح لكم نهار بنهار 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 بوحدو. غنخلي لكم اللينك هنا في صندوق الوصف نتاحيت وغادي تقدروا تشوفوه الفيديو هذا. نبداو الاسئله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. والسؤال الاول كاين اللي عندهم حتى علاقه، كاين الناس اللي كيسقسي واش اسامه عمل عليا الدراري عدل الحجاب وانا الحجاب عملته ساقط ما تعرفش علاش. انا هبطت في الضرب شنو الشرطه ما يمكنش شي سؤال ما عندهم علاقه مع السنان. بالي اول سؤال وحده سقستني واش انا اسامه عملنا تريتامينتو واش عدلنا يعني هوليوود سمايل غراتيس يعني باطل بلا ما نخلصوا حتى شي حاجه، وغادي نفسر لكم شنو واقع. اول حاجه انايا عملتو كاين شي بطل دابا بعد ساعه يلاه يهنيك ما كاينه حتى شي حاجه بطل طبعا، ولكن انا عملتو ككولابوراسيون حقا ما خلص والو، ولكن بارطاجيت معكم التجربه ديالي يعني في هذا اكسبيرينس ديال هذه. يعني انايا الناحيه ديالي ما خلص والو على حسب كانت واحد الكولابوراسيون، ولكن اسامه حقا عمل واحد ديسكونت عمل بحال عم نقول لكم واحد التخفيضات فيها التخفيضات، ولكن اسامه خلص التريتامينتو ديالو يعني ماشي جوج بنا عملنا غراتيس وماشي على حسب جبرنا بطل مشينا نعدلو. انا كنت باغا نعدل واحد التريتامينتو وعملتو ككولابوراسيون وخلصتو بحال اللي غنقول لكم كنبارطاجي معكم اكسبيريانس ديالي. واسامه طبعا خلصتو بالخدمه طبعا، واسامه تواصلني خلص ماشي الخدمه ديالو يعني في الانترنت ولا شي حاجه، يعني اسامه خلص عملنا شويه ديال التخفيضات على حسب اسامه الراجل ديالي وداك الشيء، كان واحد التخفيضات سبيسيال فسمعت لكم التخفيضات بلا ما نهضر على التخفيضات ديالكم، ولكن اسامه خلص التريتامينتو ديالو ما عملوش غراتيس. ثاني سؤال واحد البنت كتسقسينا واش حرام تعدلات في السنان؟ شنو؟ ايش حرام كيتارس لودينتي بارا بونيرسي اوتر؟ واش حرام تحيد حيدوا دم اسنانك؟ اول حاجه ما حيدناش الاسنان ديالنا، اما ساعه كنشرح لكم ان شاء الله التريتامينتو بالضبط كيفاش كيتعدل. وثاني حاجه بحال اللي كتعدل السلك في اسنانك راه بحال كتعدل اسنانك نورمال. السؤال اللي من بعده واش هاد التريتامينتو هذا واش هوليوود سمايل كيبقى الحياه كامله؟ نقول لكم بان نورمال انت خصو يبقى لكم الحياه كامله. ثاني حاجه الكلينيك هذه اللي مشينا ليها حنايا كتعطيكم غارانتي ديال 15 سنه ديك الاسامه، وكما قلت لكم يعني السن هذا يقدر يصبر لكم حياتكم كامله، غير نفسكم تهلاو فيهم مزيان بزاف 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 بزاف، خصكم دائما تنقاوهم مزيان وتحكوهم باش ما كيوقع لكم شي انفكسيون ولا شي حاجه. ونورا ما تخصب يبقى لكم دائما راهو حسنا عاديين هادشي غادي تسمعوا حسنا عاديين كناكلو بهم كلشي. السؤال اللي من بعده واش السن هذا كيعمل مصنف الدقوق؟
انت حسيتي بان بدوق من النسمة؟ نو صراحة الله تعالى بدي مستعملتي بوسه ما بدوق من النسمة غادي نكون معكم انا السنة ماشي هما اللي كيعملوا النسمة في الدقوم الحبس ملي كتمرض الحمد لله السنة اذا مرضت او داخل غادي ينطو ولكن ماشي السنة كامل اذا كانت الحمد لله كملت تقدر تعمل لك النسمة سي المهم انا نقول لكم واحد الحاجة انا قبل ما نعمل هذا التراتامينتو هذا كان عندي مشكلة كان عندي مشكلة في انفياس يا انا قبل ما نعمل التريتمنتو هذا كان عندي مشكله في انفياس في اللحم ديال سناني كانت عندي اللحم سناني مريضه بزاف 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 صراحه كانت كتمرض لي كانت كتبقى تعمل لي الدم بزاف وهذاك واحد من الاسباب علاش كانت خصني نعدل السنان ديالي حيت كان عندي السنان فوق بعضيتهم وكانت كتمرض لي اللحم وديك الساعه الصراحه مره كانت كتعمل لي النسمه بدوق مي على حساب كانت اللحم سناني مريضه ومن بعد ما عدلت هوليوود سمايل ما زادتش مرضات لي مره لثه يعني انفياس ديالي ما زادتش مرضات لي ما كنحسش عندي شي نسمه كنوصل ما شمشو ياك لا ما كاينش شي باقي شوفوا سما عاد يرجع لك الدابة انا ما كاينش شي باقي نو ما حنا فهاد الساعه كنجيبو عاوديك الزر ياك احنا فهاد الساعه ديما عملنا نسمه حتى شي يدق منا بعدو شنو كيعمل لكم بالضبط كومو سي افي التراتامينتو كي كونسيست اكزاكتامينت اول حاجه خصنا نقول لكم بان عندكم جوج ديال السلوتين دابا تتعدوا السنه هذا مزيونين اول سلوتين هي تعملوا فوندا كتعملوا قجر كامل يعني السنان كاملوا قجر باش يفسر لكم اسامه كيفاش كيعمل لكم القجر تقدروا تركبوا قجر كامل ولا تقدروا تعملوا غير العدسه كتقولي العدسه غير من فوق ما كتركبش السنان كاملين ولكن باش تقدر تعدل العدسه خصك ضروري 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 يكون عندك سنانك مستفن يعني تكون اما سنانك مستفن عند الله اما تكون فايت عملتي السلك ديال السنان باش كيبقاو السنان مستفن عندك باش كتقدر تعمل العدسه اذا كان عندك السنان شويه معوجين بحال اللي كانوا عندي انا واسامه ضروري خصكم تعدلوا فوندا كامل اول حاجه كينجروا السنان باش كيصغروهم يعني كاين نجرو اللي بقين نجرو حتى كيرجعو شويه صغار يعني كيقلعو لك شي سنان ديالك ماشي ما كيقلعو حتى حاجه يقدروا يقلعو لك شي سنان بحال انا قلعو لي واحده انا كان عندي جوج نتاحت ما كانوا كيعملوا حتى حاجه يعني كانوا يديكو تما زايدين حيدوهم لي اما لي تواقي ما حيدوليش غير يعني كينجروهم وصغروهم شويه من بعد مر يعني من بعد ما كينجرو كيصغروهم شويه عاد كيركبوا الفونداس الخشاوات هذا كيركبوا الخشاب الخشاب بوحديتو وكيتركبوا كيتلصقوا بواحد الكولا بيرمانينتي واحد الكولا دائما اذا وقعتكم الله يحفظ شي مشكله كتمشيو نطبط السنان وكيقدر يحيد لكم دوك الفوندا باش يشوفوا لكم مثلا شنو واقع ولا شي حاجه ولكن واحد الفوندا بيرمانينتي وكتقدروا تاكلوا بها اللي بغيتوا حنا كناكلوا كلشي ياك اسامه كلشي كناكلوا الزريعه العلب كلشي يعني بحالو بحسنكم عاديين كنحطو عادي كناكل كلشي اللي كنت كناكلو شحال هادي كناكلو دابا واحد البنت صاحبتنا شحال الايام كيتعطلو شحال عندكم هاد التريتامينتو هذا تعطلو يومين ولكن ماشي هي 48 ساعة يعني هي نورمال كتمشي غير يومين للكلينيكا كاين فيها مثلا تقريبا جوج ساعات وجوج ساعات يعني جوج ساعات فواحد النهار وجوج ساعات فواحد النهار اخر اكزاكتامينتي كتمشي غير جوج مرات عند الكلينيكا غير شنو خصكم ضروري ضروري تمشيو تماك خمس ايام كتوصلوا اول نهار كتوصلوا كترتاحوا فهمت ديك الساعه كنشرح لكم علاش كنقول لكم خمس ايام على حساب هادشي كامل اوتر داكشي كامل حتى هو كيجي مع الكلينيكا اول نهار كتوصلوا فيه كترتاحوا لا غدا كتمشيو عند الكلينيكا كتمشيو كلينيكا كيشوفوا لكم السنان ديالكم ما قبل من هيدا كيكونوا طلبوا من عندكم التصاور باش يشوفوا ما صرا شنو يعملوا لكم ملي كتمشيو عندهم كيزيدوا يشوفوا لكم السنان وكيبداو لكم الخدمه بحال اسامه اول نهار لا اسامه ولا انا اول نهار مشينا بداو فينا الخدمه نجرو لنا السنان ديالنا كاملين ومن بعد كيعملوا لكم واحد السنان بحال اللي عقلكم دكدوا واحد السنان مؤقتين باش كدوزوا بهم يومين فعلا يعني ماشي ما كيبداوش بالمجير ديريكت يعني ولا بد هو كيشوف لك كيعمل لك واحد كيعمل لك واحد الطين بحال واحد الطين انت كتعطى عليه باش كيخرج هو كيشوف كيفاش العطه ديالك كيفاش كتنزل مع هذه هنايا يعني كيشوف لك كلشي داكشي كامل كيشوف لك طبعا كنحط الدراسه قبل ما يبدا الخدمه لا بد عاد كيشوف عاد خدمه كتبدا بالنجاره وكتبدا يعني لا بد هو كيشوف لك بزاف الحاجات العطه ديالك كيفاش كتهبط كيفاش السنان كيهبطوا السنان كواش كيفاش كيجيو فوق بعضهم كيفاش
يعني بزاف الحاجات كاين. طبعا كاين واحد الدراسه قبل ما نبداو نخدموا لكم، انا بدل لكم نيشان في الموضوع كما قلت لكم اسامه، دائما كاين واحد الدراسه قبل داكشي كامل وعاد كنبداو لكم في الخدمه، كيعمل لكم واحد السنان يعني مؤقتين كتلا غدا كتفتحوا كتخليوا داك النهار كيرتاح، بيد من هما كيوجدوا لكم السنان ديالكم الجدادين، كتقدروا تخسروا اللون اللي بغيتوا الفورمه اللي بغيتوا. ديما كتسقسوني على اللون اللي عملنا انا اسامه، خصني نقول لكم ما عرفتش واش كيفاش غادي يبان لكم، خصني نقول لكم بان اسامه ما عملش نفس الكولور ديالي انايا ديال البيض على ديالو، غير شنو مع الوقت ملي كتبقاو تاكلوا مع داك حنا المغاربه كناكلوا شويه د المراك شويه الزعفران داكشي كيبقاو يتصبوا، انا ما كنشربش القهوه ولا شي حاجه ولكن مع الوقت كيبقاو يتصبوا واحد شويه، ماشي شي صباغه يعني باقيين مزيونين باقيين بايطين، غير شنو ماشي واحد البيوت ديالي عقول لكم معايا كتقدر تبان لكم في فيديوز ولا في التصاور بايطين بزاف، ولكن الناس اللي كيتلاقاو لي مباشره اول حاجه كيقولوا لنا هي ماشي بايطين بحال بحال ناتورال ناقص ناقص بزاف. ودا كان شي واحد بغى يعمل نفس الفورمه ديال السنان ولا نفس الكولور، شي مرات كيبقاو تهضروا معايا كتقولي حنا غادي نمشيو لكلينيكا وبغينا نعملوا نفس الكولور ديالك، سمحوا لي بزاف ما عرفتش الكولور ديالي يعني شمن النمره، سو ملي غادي تمشيو عندهم غادي تقولوا لهم بغينا نفس الكولور نفس الفورمه ديال لاتيفه، وما غادي يعمل لكم نفس الحاجه بحال اللي عملوا لي انايا. والنهار الثاني كيكونوا هما وجدوا يعني هذا السنان هذا هذوم كيكونوا صنعوهم في ديك 3 ايام اللي ارتحتوا بهم، لان اول يومين يعني من النهار الاولي الى النهار الثاني كاين تقريبا شي يومين، النهار الاولي كتوصلوا كتمشوا النهار الثاني للكلينيكا، النهار الثالث كتتسحبوا والنهار الرابع كتعاودوا تمشوا للكلينيكا، كتعاودوا تمشيو كتعاودوا تمشيو كما قال لكم اسامه كتجبروا كل شيء واجد واجد. من بعد ملي كيحيدوا السنان مؤقتين كيركب لكم السنان هادو فونداس هادو كيركب لكم وحده بوحده، ومن بعد كيوريوكم راسكم في المرايا كيقول لكم واش عجبكم راسكم، اذا بغيتو مثلا تزيدو تكحلوهم كتبقاو تكحلوهم، بغيتو تزيدو تبيطوهم كتزيدو تبيطوهم، بغيتو تبدلو الفورمه بغيتو تنجروهم اللي بغيتو، كتشوفو راسكم قبل ما تلصق اي حاجه ما يعمل لصاق بيرمانينتي، قبل ما يلصق بيرمانينتي كتشوفو راسكم اذا عجبكم وقلتو اوكي ديك الساعه كيبداو يلصقو لكم السنان، وهادشي كامل 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 كيعملو لكم بمسكر، مسكر ما كيحرقش شويه ديك الليبره شويه وصافي تقريبا ما عاد لكم مسكر عند قمكم ما عاد تحسوا بالحرق حتى شي حاجه، ياك حسيتوا بالحرق شي حاجه نو 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 هو من بعد ديك المسكر يعني كيبدا دوك ما كينعس كينعس فيه شويه صافي يعني ما كتحس حتى حاجه كتحس عادي يعني كاين لا دولور ما كاين لا من بعد ملي كتبقى عدلتو ياك ملي كتركب السنين هادو كيقدر تحس شويه بحال بريسيون بحال شويه ديال البريسيون عطيك شويه الحرق الراس، ولكن جهدو نهار ولا يومين كيمشي ياك ما كيبقاش حتى نهار ياك عين معي شويه تنسى الوقع المهم كما قلت لكم يعني صافي كي كيجرب كيتوق الماء للساق كيجرب حتى العطاك المهم كلشي داكشي، من بعد صافي ملي كي اب كلشي كيلصق مور النهار الاول ومور النهار الثاني على حسب الانستيزيا على الماسكار كنخرج بحال اللي الحراره كتبدا تطلع لي في الجسم ديالي وشويه البريسيون هنا كنفطن، كنشرب واحد الكنينه في باستيا د كامانتي كنشربها 10 دقائق بالحساب كنكون بيرفكت صافي ماشي شي حاجه كثيره ماشي شي حريق ولا شي لا لا ماشي العاده ولا غير شويه السخانه هذا شويه هذيك بريسيون كنشرب كالمانتي وصافي كنشرب يعني. واحد البنت سقساتنا بشنو اللغه غادي نقدروا نتساهموا معاهم على حسب كما قلت لكم هذه الكلينيكا هذه كاينه في تركيا ملي كنت مشيت انايا هما كيدبروا ملي كنت مشيت انايا كانوا جابوا ديما كيجيبوا لكم ترادوكتور يعني كيجيبوا لكم ترجمه باللغه اللي بغيتو نتوما تي كتفاهموا معاهم على بكري، وانا اللي كانوا جابوا لي ترجمه فرنساويه كنمشى معايا حمزه كيعرف فرنساويه، وبالنسبه لاوزاما كانوا جابوا لنا ترجمه باسبانيول اسبانيولي واحد الراجل كيهضر اسبانيولي وفرنساوي كيهضر مزيان عارف بهم، ولكن الا كنت غادي نمشي بلاد اخرى ولا بد ما يجي الترجمه حتى هي كتفهم معاهم اسطنبول فيها كلشي فيها اللغات كاملين اللي زعما كلينيكا كدبر لكم على الترجمه وكلشي كيدخل يعني في الثامن يعني انتم ما خصكم تخافوا سؤال وما عندكم علاقه بداك الشيء وكما قلنا لكم يعني كنت مشى لاسبانيا كلهم هاني راس عندهم ترجم كيهضر اسبانيول. واحد البنت سقسات واش بين الماكله ولاتسا وانثيه واش كتدخل الماكله نو امبوسيبل احنا غنقرب اسامه الكاميرا شوفوا لاتسا اسامه وشوفوا لاثه ديالي فين الضو باش نبان لكم مزيان فوكس شوفوا كيما شفتوا كيبان حسنا عاديين لاثه عاديه هنا يدعم لكم لاثه عاديه كيما شفتوا كيبان حسنا ديالنا عاديين ما كتحسش بشي تغير ولا شي حاجه في الشكل ديال اسامه هاي جات المرحله اللي
الكتكوت تنو. اكثر اكثر سؤال جانا شحال الثمن هادشي هذا كامل؟ برايس بالي غنقول لكم الثمن، تقول حاجه ومن بعد غنشرح لكم مثلا التراتامينتو ديالي بشحال، مثلا التراتامينتو من اسامه شحال الثمن وشنو كيدخل مع داك الثمن. بالي كما قلنا لكم عندكم بزاف ديال الاوبشنز، يعني تقدروا تعملوا فندق كامله، تقدروا تعملوا غير العدسه، وتقدروا مثلا الناس اللي ما عندهمش الدراس اللي بغاو يركبوا مثلا الدارسات بحال الامبلانتاسيون، كل حاجه عندها الثمن ديالها بوحدو. اول حاجه الحمد لله الدراس اوريجينال ما حدا ما كيتحداوش، لا الدراس ما كيتاداوش، كيتاداو غير السنه ديال قدام 16 ديال قدام 8 فوق 8 اذا كنتو تعملوا فوندا كومبليت بحال اللي عندنا انا واسامه 210 من الوحده من كل سنه، بحال مثلا تقدر تكون خصكم تعدوا غير سنه واحده تحتكم تعرفات لكم باش دابا العمل ديال هوليوود سمايل كامل. انا نقول لكم الثمن كل حاجه ومن بعد كما قلت لكم نقول لكم الثمن ديال التوتال. اذا بغيتوا تعملوا غير العدسه، عدسه 190 يورو العدسه، العدسه الوحده. بغيتوا تعملوا امبلانتي، يعني بغيتوا بحال نقول لكم تلصقوا الضرسه ولا شي سنه مثلا طاحت لكم، يعني كتبقوا يركبوا لك واحد الحديده نتاحت عليك باش كيركبوا لك السنه، هذيك 350 الوحده، 350 الوحده. وعاد خصني نقول لكم بان امبلانتي يعني ملي كتخصكم تركبوا السنه جديده، ما عندكمش مره السنه خصكم تركبوها من الاول وجديد، خصكم تمشوا جوج مرات، خصكم تمشوا مره الاولى باش كيركبوا لكم مسمار بحال اللي غنقول لكم، ومن بعد 3 شهور خصكم ترجعوا باش يركبوا لكم السنه. واخر حاجه خصكم حتى على بلانكيامينتو دينتال، يعني تصبيط السنان، تكون عندكم السنان ديالكم وتعملوا غير تصبيط بوحديتو، كيعمل 250 الاورو الثمن ديالو مناسب. وبالنسبه للتراتامينتو اللي عندنا انا واسامه الثمن ديالو من 3000 الاورو حتى 3600 هذا الاورو، من 3000 حتى 3600 ديال الاورو. ديبيند على شنو خصكم يعمل لكم في السنان ديالكم، ديبيند واش خصكم يحل لكم شي سنه واش لا، ديبيند من هادشي هذا كامل. وبهاد الثمن هذا ما كيدخلش غير تريتامينتو السنان بوحدو، ابارت ديال تريتامينتو السنان كيجي معاه بحال نقول لكم واحد الباك اللي فيه اوتيل، غادي يكون اوتيل 5 ايام مخلص. ومن بعد كيكون في حتى ترانسبورتي. الناس اللي تبعوني في انستغرام ولا شافوا الفيديوز ديالي عارفين بان كانت دائما كتجي مورانا واحد ترانسبورتي بريفادو، ديك فورغونيتات اللي كيجيو مورا كينقلو كيكون حتى هو داخل في الثمن. كيكون عندكم ترانسبورتي نهار اللي كتوصلوا من ايروبورتو من اوتيل، من اوتيل لكلينيكا، من كلينيكا لاوتيل دائما. واخر نهار اللي كتكونوا ماشيين بحالكم كذلك يكون عندكم ترانسبورتي من اوتيل ديالكم عاوتاني حتى ايروبورتو. ياك اسامه كيما واحد هو الثمن كما قلنا لكم، يعني ماشي فيه غير تريتامينتو بوحديتو، كيجي لكم واحد الباك كامل اللي كلينيكا كتكلف لكم كما قلت لكم اوتيل وكلشي. نتوما خصكم تخلصوا بجوج الحاجات، الطياره ديالكم باش تمشيو تمايا كتخلصوا الطياره، وثاني حاجه يعني الماكله اللي كتاكلوا تمايا صافي داكشي خصكم تخلصوا. الحوايج ودابا كنت شي حوايج لعسه تركيا معمره بالحوايج. هو انا حبيب ديالنا كما اما الا جينا نقارنوا راه ما كاينش مقارنه ما بين تما وهنا الثمنات هنايا وتما، راه كان هنايا الا عملتي نفس الشيء هنا في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في المانيا ولا المهم ضربنا الثمن ثلاثه المرات ولا اربع مرات الثمن هذاك. صح ثلاثه اربع مرات الثمن اللي كيعدلو في تركيا، وماشي غير شي حاجه ولكن في تركيا عندهم كلشي رخيص، يعني كلشي معيشه تما رخيصه بزاف، مانو ديورا رخيصه بزاف، ماتيريا بريما رخيصه بزاف، على داكشي رخيصه، يعني الواحد ما خصوش دائما يعمل بالو الحاجه اللي رخيصه هي الحاجه ماشي مزيانه، الحاجه اللي غاليه هي الحاجه ديال الكاليدا. نو تركيا عندها الرخاء على حساب مانو ديورا رخيصه بزاف، وماتيريا بريما كما قلت لكم رخيصه بزاف بزاف بزاف، يعني كلشي رخيص تمايا، على داكشي رخيص لهاد الدرجه هادي. ايوا انا كنظن بان جاوبنا على السؤالات كاملين، كان اسامه على اهم سؤالات. خلاصه القول هاد الناس هادوم، يعني هاد الدكاتره هادوم الناس واقيلا صغار لا عمرها سلع الحق، وكان ماشي حتى حنا عندنا عندهم حنا بزاف خاصة تشوف شي واحد كنلقاو جوج دقائق نقول ضريه فهاد السيد ولا عادي تشكر، خص بنادم يشكر الناس فهمت، ما لا يشكر الناس لا يشكر الله فهمت، خص ولا بدا يكون صراحه يعني ما عمل ديرو مزيونه بنادم يشكر. كما قلت لكم ماشي حتى حنا مشينا عندنا عندهم، سينو هما الناس يعني ما عمرش لعنا الناس شبابيين وظريفين ضحكين والمعامله ديالهم طوب،
صراحه مي ديليكاتوس ديليكاتوس يعني حتى يدوم حلوين ماشي يدوم حنان. صراحه واخر حاجه خصني نقول لكم عندكم واحد ديسكوينتو اذا مشيتو من الطرف ديالنا حنايا لاتي وسامي اذا مشيتو من الطرف ديالنا عندكم واحد التخفيضات ديال 100 الاورو اذا مشيتو عندهم وقلتو مشيتو من الجهه ديالنا حنايا عندكم واحد ديسكوينتو ديال 100 الاورو وصافي. حتى هنا يمكن وصل الفيديو اليوم. اذا بقات لكم اي سؤال ولا اي حاجه خصني نقول لكم بان خليت لكم في صندوق الوصف واحد الفيديو اللي فيه شرحت لكم كلشي على هذا الموضوع هذا ابارتي اذا مشيتو للانستغرام ديالي ديستاكادوس كاينه واحد ديستاكادو اللي كانوا اسمه سمايل اذا ما غلطتش اسمه سمايل على الدفعه اللي سمعت اكثر ديال الاجوبه باسبانيا بس ما كيفهمش العربيه. ايوانو هكذا وصافي هكذا وصافي باقي شرحنا كل شيء. نتمنى والله انكم كلكم تاخذوا ظرف على قلبكم تكونوا قدرتوا تستفدوا معنا ماشي انا ليش ماشي ديال الايفون ياك المولع وتكونوا قدرتوا تستفدوا معنا. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه تخليونا اللايك ديالكم واستناو الفيديو ديال الحاد على حساب غادي يعجبكم بزاف 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 داكشي ديالها باي باي وكلشي ديالها باي 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 كلشي ديالها باي باي وكلشي ديال الله.